كيما تشوف أرض جافة توا، ولازمها تهيئة بمناطق سقوية، خاطر كيما تشوف هي أرضي توا بعلية، نحب الدولة تمكني منها ونبدأ في الأرض معناها في أقرب وقت ونهيئها تهيئة كاملة عصرية تولي. ماما واقفة فخودي على المشروع نتاعي. يا ربي يا ربي سهل لكم ان شاء الله. الحمد لله ان شاء الله مبروك عليك على المشروع. فخودي على المشروع نتاعي، تولي تجيب حذايا للجنان نتاعي وتشوف وش اختك شنو عامله. ان شاء الله يكون بدرت خير ليك، وانت بما انك مغرومه من صغرتك بالفلاحه انك تزرع في ديبو تو باش تولي عندك اراضي، معناتها ارض ما شاء الله تحقق احلامك واحلام غيرك. وأحلام معناتها قاعد مسكين يستنى. عايشة في بيئة فلاحية، قريت ومشيت عملت فورماسيون، نجحت معدل 17-60، نجحت من الماجور، جائزة من وزارة الفلاحة مع عند الوزير. جيت أنا الأولى، أنا فرحتي توا اللي أنا باش نخدم، يعني حبر مش حبر على ورق، أنا باش نخدم سور توران، معناها البروغرام هذا نتاع انه ثم اراضي باش يوزعها الدوله توزعها للشبان الفلاحين، يغير لك من حياتك، انت باش تبدا من الصفر، واذا انت تعطيك الدوله هذا باش تولي عندك خدمه، احنا باش نهيئوها بخبرتنا وبالفكره نتاعنا اللي قريته الكل باش نستغلوا الكل ونصلحها الارض هذه. بعد 15 سنه تجي تلقاها ممكن حتى ما تعرفيش جمله. بداية 2017 وقت اللي صار مجلس وزيري في القروان، وقت السيد رئيس الحكومة آنذاك السيد يوسف الشاهد، واقترحنا المقترح هذايا هو إسناد الأراضي الدولية لأصحاب الشهادة العليا من أجل تركيز مشاريع فلاحية. قانون يسند أصحاب الشهادة العليا اللي طالت البطالة بتاعهم، خاطر احنا متخرجين صافي لونتون، عن 10 سنين 15 عام 12 13، معناتها مقترح يعاون الدولة ويعاون أصحاب الشهادة العليا وغير أصحاب الشهادة العليا باش يتحصلوا على قطعة معينة يخدموا فيها الفلاحة باش يتخلصوا من البطالة. تمكيني من الحصول على المقسم هذايا حاجة تفرحني، تفتح لي معناتها البيبان تاع النجاح، تخليني متفائل اللي أنا من نجم نقدم، اللي أنا نجم ننتج، اللي أنا نجم ننهض بحياتي، واللي أنا نجم نعمل باركور بروفيسيونيل باهي. الأرض هذيا كي تبدا فيفونت تبدل لي حياتي، أنا نبدا فيفون معاها. غالب عم مبروك. أهلا على السلامة. أودي بيك. لاباس عليك يا نازل. لاباس. يبارك فيك. أودي مبروك المقسم. يبارك فيك يبارك فيك. أنتم تسكنوا هنا؟ هنا تو بوي قراب معناتها. من عهد الاستعمار. النجاح ما يكون إلا بالمي. ثم مي بحول الله تحيا الأرض وتولي أرض طيبة وتدر. أنتم عندكم الماء عم مبروك. ما عندناش. كي تشوف الارض فيها برشا اميناجمون برشا تهيئه، خاطر الارض عندها اكثر من 30 سنه الارض مهمله. نجاح المشروع والقانون تاع اسناد الاراضي الدوليه من اجل انتصاب اصحاب الشهاده العليا في القطاع الفلاحي ماهوش اسناد الارض هو الفيصل بيننا وبين الدوله في انجاح المشروع، سي با سا. ما ينجم يكمل وينجح المشروع هذا الا بالكونتينيتي، هو الاسناد والتكوين والتمويل، هذوما إذا كان ما يتحطوش مع بعضهم في نفس الوقت ما ينجحش المشروع.